احتفل في بالمنزل ديالي بذكرى المسيرة الخضراء 46 سنة اللي فرحانة مع صحباتي في داري. أنا فرحانة بزاف اللي تم استضافتي وخصوصا بزيج العروس الصحراوية. هاد الزي كيعجبني من ديما وفاتي بما أنها صديقة ديالي عارفاني كنت كنحلم أنني في عرسي لبس زي الصحراوي ولكن ما كتبش ما لبستوش. أنا فرحانة اليوم اللي لابسه. السر أنني كنحتفل بالمسيرة الخضراء لأنها سيتين دات بالنسبة لنا إنوبليابل وشي حاجة فريمون ساكري. كيف جات الفكرة؟ لأن أنا دائما جدوغ الجديد جدوغ لا كرياسيون وهذه مناسبة عظيمة عند الشعب المغربي كامل. وسنة 1975 بيوم 6 نوفمبر في العالم يعرف هذه الذكرى وبغيت أنا نحتفل بها بالطريقة ديالي في المنزل ديالي وبغيت نأكد مغربية الصحراء. يا ون عليهم الناس ديال الصحراء دي حفظت عليا حتى يا فاتي. كنبغيهم بزاف وكنبغي داك الطابع ديالهم وكنبغي لي زابيتود ديالهم التقاليد ديالهم كيفاش كيلبسوا كيفاش كيهضروا اللهجه ديالهم كتعجبني بزاف. مالوغوزمون ما كنعرفش نهضر بها ولكن ما كرهتش نتعلم فيها كلمات. حتى تقاليدهم سبيسيال يعني كل بلاصه حنا كتميز عندنا في المغرب واحد التقاليد سبيسيال ولكن ديما اي واحد في اي بلاصه مشيتي له في المغرب غيقول لك الصحراء اللي سبيسيال. علاش؟ حيت الصحراء مغربية. لا الصحراء هي مغربية وغتبقى مغربية كما ديما كنقولوا. واللي مهم واللي خصنا نوصلوا لوليداتنا ان شاء الله هو اننا خصنا نتمسكوا بهذه الفكرة حيت الا بعدناها وما بقيناش كنهضروا عليها بزاف راه غتنسى. ولكن ما حدنا كنبقاو نهضروا بان الصحراء مغربية ديالنا راه طابعها كله مغربي ديالنا يعني ما يمكنش نشكوا في هذه القضية هذه. اي واحد عاقل كيعرف بان الصحراء مغربية. شكرا بزاف وشكرا لفاتي على الاستضافة اليوم وعلى هذا اللبس الزوين ديال العروس الصحراوية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.